قالت مصادر قبلية إن استعدادات واسعة للمقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني والتحالف تشهدها عدد من المعسكرات في محافظة الجوف. وبحسب المصادر فإن الاستعدادات تأتي في إطار خطة عسكرية واسعة لتطهير المحافظة من ميليشيا الحوثي والمخلوع، في حين بدأ الطيران شن غارات مكثفة مستهدفا مواقع وتجمعات للميليشيا في أنحاء متفرقة من المحافظة. تتسارع الخطى هنا في محافظة الجوف وتتوحد الصفوف في هذا المطرح الذي تحول إلى لواء اسمه النصر بقيادة العميد أمين العكيمي في خطوة لتأسيس لواء عسكري وطني جديد يتبع المنطقة العسكرية السادسة بقيادة اللواء أمين الوائلي. وها نحن في هذا الميدان ليلا ونهار، لن نتركه حتى نحرر صعدة وعمران وصنعاء بإذن الله. وهؤلاء المقاتلون قد باعوا أنفسهم لله وليس لأحد، ولن يتخاذلوا حتى يكتب الله لهم النصر. وحتى تحقيق ذلك تجري تدريبات مكثفة هنا لكافة الملتحقين بالمقاومة والجيش الوطني الذي سيحمل على عاتقه مهمة تحرير المدن من ميليشيا الحوثي وصالح، وبإسناد ودعم ومشاركة مباشرة من قوات التحالف العربي. زيارة لرئاسة هيئة الأركان ووزير الداخلية إلى مقر لواء النصر للإطلاع على الجاهزية القتالية لدى أفراد الجيش والمقاومة الشعبية. ولذلك فنحن نأمل منكم أن تشدوا صفوفكم وأن توحدوا صفوفكم وأن تبعدوا المصالح الذاتية والشخصية، ويكون همكم هو القتال في سبيل الله وسبيل تحرير وطنكم والأخذ لثاركم وثار اليمن من هؤلاء المعتدين. هكذا إذن تحشيد واسع من أجل تخليص محافظة الجوف من الميليشيا والاستعداد لمعركة التحرير الأكبر وتخليص كافة المحافظات من سطوة ميليشيا الحوثي وصالح وإيقاف نزيف الدم.